ما يمكنش هادشي لي دوموندا. انا هو تخلط مزيان. واو 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 شنو هاديك صاروخ؟ شنو غتقدر تشري ب 10 درهم فقط؟ ايه السلام عليكم زازلوز افرتوز، مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي. فيديو جديد اخوتي وتحدي جديد. التحدي ديال اليوم غيكونوا فيه جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول غيعيش فيه يونس ولدي حياه ديال الفقراء، يعني الناس اللي ما عندهمش الفلوس بزاف، وبالنسبه للجزء الثاني غيعيش فيه حياه الاغنياء. شنو غيوقع في هذا الفيديو؟ تبعوا معنا. غنبداو بالجزء الاول اللي غيعيش فيه حياه الفقراء، الفطور كاسكروت سوبر ماركت شنو غيشري وزيدو زيد. ليتس جو غتفهموا اكثر. يلا يعني في هذا الفيديو ديال اليوم غادي تشوفوا يونس فقير وغادي تشوفوا غني في نفس الوقت. في نفس الوقت في نظرك شنو هي الحياه اللي غادي تعجبو؟ واش غتعجبو حياه الفقراء ولا حياه الاغنياء؟ بطبيعه الحال غني هو باغي برينجلز كبيره. دابا يونس نهار كامل غتعيشو شنو؟ فقير. والفقر ماشي عيب. يا اكيد هادشي غتفطر بيه، راه كبرنا بيه حنايا ومازال كناكلو وكنكبرو بيه دابا. اوكي اول حاجه بطبيعه الحال زيت العود. زيت العود واخا هذا راه ما خصوش يكون دابا عند الفقراء، راه ولا غالي. اه وخصو يكون عند الاغنياء. الله يحسن العوان. الناس اللي ما عندهمش دابا راه ما يقدوش يشريو الزيت. الله يحسن العوان. هاكا اول حاجه زيت العود. ثاني حاجه شنو سميت هذا يونس؟ هينريس. شنو سميته؟ هينريس. ناضي سميته هينريس. هينريس هاكا حنا كنقولوا ليه هيرنيس ياك يونس. المهم سميتو هينريس، هذا شنو الدور ديالو ابتسام؟ الدور ديالو هو اننا كنديروه في اتاي وكنخلطوه وكيدوب وكيجي بنين صراحه. داكشي اللي غنديرو دابا زائد الخبز بطبيعه الحال. دو كله. اش كنديرو ليه؟ قرقدو قرقدو. يلا زيد زيد. شو شو ابتسام زدت بزاف ناضيه. يا سلام دابا شنو غديري ابتسام؟ تخلطي بارك. غنخلطه بركه بركه. اوكي ها هو تخلط مزيان. يلا سير السيونس. يلا دق دق. يلا عطيني يونسي دق. انا يلا زيد زيد. شو الشكل ديالو كيفاش كيفان ولكن راه بنين. قول بسم الله. يلا سير سير بسم الله دق. اه لا لا بنين عندك ما تقول. والله الا عجبو. دابا هادي نقاد. اه مالو؟ نقاد. يلا شحال تعطيه؟ شحال تعطيه في النقطة؟ بلا كذوب شحال النقطة؟ شحال؟ شحال؟ زيد جوج. جوج من عشرة. علاش ما عجبوش كذاب؟ هات شوف شوف شفتي سما خوتي تشهات ولي. اوكي دابا هذا نحطو على جنب وغادي نعطيو للسي يونس ياك الزيت مع الخبز باش نعتبرو فطرتي الفطور ديال الله يحسن العوان. يلا يلا يونس فطر فطر. يلا زيد زيد. هاكا اصلا هز عليه الخبز والزيت. شوف شوف شحال دار ديال الزيت. سير ما تكثرش ما تكثرش. وحش يونس وحش. كيعجبك الزيت؟ كيعجبو الزيت. ما عرفتش انا شكون. يلا شحال تعطي للزيت على 10؟ هذا راه داك ديال البلاد ماشي ديال البلاديين. شحال تعطيه على 10؟ 11. اوكي خوتي من بعد الفطور كما كتشوفوا جينا السوبر ماركت. غير هو شنو غياخذ يونس؟ غياخذ اللي بغى انما ب 10 دراهم فقط. ليتس جو نشوفوا شنو غيقدر يشري بديك 10 دراهم. اه يونس اخوتي فرحان، ولكن المشكله ان هذا النهار هذا عندك غير 10 دراهم فقط. وحتى النهار الاخر نقول لك شحال تخسر ديك الساعه في السوبر ماركت. يلا ورينا شنو غتقدر تشري ب 10 درهم فقط. يلا سير ورينا. اول حاجه بيضه ولا ما يمكنش؟ وهاد البيضه ناضيه ديال بطوط. ممكن ممكن دايره. شحال دايره؟ 15 درهم. 15 درهم. اذا ردها ما تقدرش تشريها يونس. بغى البيضه ولكن ما قدرش يشريها. شي حاجه اخرى بغيتيها؟ شنو؟ بلاصه البيموات. واو الصراحه فكره ناضيه. يا سلام يونس غياخذ هاد البيموات ديال درهم وديال 30. ها الاول شنو خديتيها؟ شنو هذا؟ طوميك ديال الشكلاط. ناضي هاد الفكره ديال يونس. ثاني حاجه شنو هي؟ طانكو. واش باقي كاين؟ باقي كاين ما باتش كاين. ورينا ورينا شنو كتشري. وطانكو الاخر هذاك طانكو الزرق وهذا طانكو القهوي. زيد 65. او كاين كوكيز. لا صرعتيها يونس دابا 10 درهم غتقضي لك غرض ديال بصح. كوكيز عاوتاني الاخر وطونيك. بلاتي 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 نحسبوا راه واقيلا فتي 10 درهم. صبر 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 صبر. هذه دايره 2 درهم ياك ولا 50؟ جوج دراهم. جوج دراهم نقولوا جوج دراهم. هذا داير درهم ولا حتى هو 40؟ لا هذاك درهم. هذاك درهم. اه اوكي ها 60 ريال. ها حتى هذا واقيلا جوج دراهم. المهم 5 دراهم 6 دراهم 7 دراهم 8 دراهم 9 دراهم. اه تختار واحد في هادو غتردو ما يمكنش تاخذهم كاملين. 10 دراهم هذا الشيء اللي غتقضي لك غرض. ولا شوف ردهم بجوج وخذ رايبي. اوووو باش تشربوا معاه هادو كامل ما يمكنش ولكن المهم. انا عجبتني الفكره.
دابا تخيل رايبي واحد دوز ليه هادو كاملين. شوف شوف عندي واحد الفكره، انا ردو ميريندا ياك، ميريندا ولا ميريندينا؟ ميريندينا. اويلي يونس غنردو هذيك الديره جوج دراهم ياك، وغادي تاخذ جوج رايبيات ولا تنا ولا مونجيس ونشريو هذه السماء. اش غنديروا بالسماء؟ واش تحمق؟ ما يمكنش. اوكي يونس، واش هادو اللي بغيتي؟ متاكد؟ هاد البيموات اللي بغيتي؟ دابا هادو اش غنزيدو عليهم؟ جوج رايبيات، رايبي ومونجيس ديال درهم. صافي، وهكذا غتكون ب 10 دراهم تبرعتي ديال بصح في السوبر ماركت. فهمت اخوتي؟ دابا قدام الثلاجه خصو يختار رايبي ومونجيس. يلا شمن رايبي تختار؟ كاين الزرق، كاين الاحمر، كاين الاخضر، كاين القهوي، يعني كاع الالوان كاينين. طبيعه الحال خوت رايبي جميله هو اللي معروف بزاف. شنو فينك؟ السلام عليكم، دخلتي وسط الثلاجه. ما يمكنلكش تاخذهم بربعه حيت عندك غير 10 دراهم، يعني غتاخذ واحد ولا تاخذ جوج مونجيس؟ شوف اخوتي ما يمكنش، راه خصنا نقادو ليك الحساب. ما يمكنش، لا هذوك راه بوحدهم ساويين 10 دراهم. غادي تاخذ واحد مونجيس. هشام ها هي الحركه ديالك، هاي واحد جوج. ما بغاتش ديرها انت، ديرها انت، ديرها انت. سير حط حط، يلا ديرها انت يونس. ها هو يفرش خرايبي. سير 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 الكارديانات. صافي، رد هذوك، ردوا ردوا بلاصتو. اليوم عندك غير 10 درهم حتى الغدا، وغنقول لك شحال عندك وشحال غتخسر. ناري ديك الشبكه غتعمر غدا ان شاء الله. اوكي صافي، كيديروا جوج مونجيس؟ واحد صافي اخوتي، واحد واحد. اوبا صافي، تسنى انت تما. او يا سهل، كما كتشوفوا هادشي اللي خدا يونس ب 10 درهم. غير هو واحد القضيه يونس، اجي هادشي راه حسبناه لقيناه كثار من 10 درهم. نقص جوج بيموات، نقص جوج بيموات ياك هشام. حنا خصنا يكون داكشي تحدي ناضي. ها هو نقص جوج، غالبا شوف درهم جوج دراهم، ثلاثه دراهم ولا اربعه دراهم كاع. صافي هنا كاين 10 دراهم تقريبا كاع. الا كانت تكون 210 ريال ماشي مشكل ياك. المهم متاكدين كاين هنا 10 دراهم. صافي هانتوما شوفوا خوتي 10 دراهم. خوتي راكم شفتوا اشنو خدا يونس من السوبر ماركت ب 10 دراهم. دابا وقتاش؟ دابا وقت الغدا، داكشي اللي جبتو عند فاست فود اخوتي باش تغدا. غتسولوني علاش؟ اجيو دابا تكتشفوا علاش بالضبط جبتو عند فاست فود. يلا يلا. اه يونس دابا وقتاش؟ عند عبد السلام. بحالاش قالها؟ المهم اخوتي جينا عند سي عبد السلام لان عنده الماكله اولا بثمن مناسب، ثانيا شنو؟ مشبعه وبنينه، داكشي زوين تبارك الله. فاست فود اخوتي راه كاين في السلام، داكشي اللي جبت عنده يونس بما انه اليوم عايش بميزانيه منخفضه. شنو بغيتي عند عبد السلام يا يونس؟ همبرجر. همبرجر، وهذا برجر بغيتي عادي ولا الدوبل؟ عادي. عادي، لا شديت لك الدوبل. وراه الدوبل رخيص وحتى العادي رخص منه. المهم اخوتي شديت ليه برجر دوبل، دابا تشوفوا كيفاش داير. وغيقصيه السي يونس، يعني هادشي باش غيتغدى اليوم ياك واجد. ليويلي ويلي البرجر عاوتاني يونس. انا كيبان لي هاد البرجر حسن من البرجر اللي غتاكل غدا، حيت غديك لواحد البلاصه ناضيه غدا، ولكن هاد البرجر غيكون ناضي عليها الله اعلم، ما نقولكش فين. المهم غتاكل فيها برجر. يلا سير يي جوج ديال الطبقات. يلا سير دير شي عضه اسطوريه خوتي. البرجر زائد الفريت، برجر كبر من وجهك يا يونس. يلا سير عض 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 عض. شحال عضه ديالها صغيره؟ كنخاف على السنينه. حيت تحيدت السنه ما بقاتش عنده سنينه. ولكن قول لي المذاق كي جاك؟ اول حاجه الشكل، الشكل شحال تعطيه؟ لا شحال شحال هذاك اللي كيجيب ناضي كيعجبك كيسرع كيعجبو اخوتي. يجي عند عبد السلام ديما ديما، كيجي عند عبد السلام هو كيخصك. يلا ضرب لي الفريت مع راسك. شوف شوف الفريته قداش غادي، راه هادي راه تاكلها انت وهشام. سير سير عضه ناضي. المهم كي جاك الغدا ديال اليوم؟ واش عرفتي شحال داير هذا؟ داير تقريبا شحال داير هشام؟ وقيلا 13 درهم 15 درهم. لا قل من 15، قل. دابا نقول لكم شحال داير بالضبط هذا البرجر دوبل اخوتي اللي فيه 100 درهم. 100 درهم هو يستاهل 100 درهم، ولكن ما دايرش 100 درهم. يلا ضرب لي شي عضه اخرى عاوتاني يونس. يلا سير شي عضه اسطوريه. سير واحد جوج. عندك طيح البرجر. الجزء الاول من الفيديو ها هو سالا. يونس عاش نهار كامل حياه ديال الفقراء، والله يحسن عوال الجميع يا ربي امين. المهم جيبوها بالحلال اخوتي. دابا غندوزو لحياه الاغنياء، غنشوفوا واش يونس غتعجبو ولا لا، وشنو غيشري في السوبر ماركت، وفين غيتغدى وفين غيفطر. ليتس جو. اوكي اول حاجه بطبيعه الحال اليوم يونس غيعيش شنو؟ غني غني فرحاني. اوكي غنشوفوا الفطور دابا ديال الاغنياء اللي وجدنا ليه. صافي واجد. اول حاجه كاينه البيض، البيض اومليت يا سلام. ثاني حاجه كاين عصير ديال الابطال، عصير ديال الابطال يا سلام. وكاين عاوتاني حلوه.
كتعجبك الحلوى؟ اه يا سير هز هذيك الفوقانية، هز هذيك الفوقانية ديالها، بدا بها هي الأولى قبل ما نكملو، سير 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 ولي باش تهزلي عاوني عاوتاني ساعوني، أوه هاهي واحد جوج بالصحة والراحة كي جات؟ ناضية مكرونة عجبتك ولا ما عجبتك؟ عجبتك وبطبيعة الحال في الفرماج جبنا لك كيري. شنو سميتو؟ كيري 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 ماش باغي كيدير داك الإشهار لا لا وبطبيعة الحال عصير ديال دانون والحليب أوه ناضي صحي ومفيد وبطبيعة الحال شنو هذا عاوتاني؟ قريعة ديال الماء ترى فهمتي هو لاباس عليه خصو سالي يشرب الماء بحال هكا دابا باش غتبدا يونس هادشي كامل عصير أبطال يلا سير فتح 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 غنشوفو سي يونس غيبدا بعصير ديال الأبطال أول حاجة كنفتحو باي سيداتي سادتي فراسك هذا كيدير درهم 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 ولا جدرهم ولا ماشي ولا غالي ولا كيدير 50 واقع كلشي زادو فيه يلا زيد زيد هيا ابتسام بطبيعة الحال هي المساعدة ديالك يلا عطيه عطيه هو يتقف هذيك اللعيبة سير واحد جوج ثلاثة اوه زقلتي يا حيت الباي ماشي قاصح بزاف سير ناضي يونس براهو يلا شرب لي الباي مع راسك اضرب حليوة يا سلام ابتسام كما قلت لك هي المساعدة ديالك دابا كتقطع لك الحلوة وعطي شي طريه في يلاه هزي لي الخبز يلاه يلاه طبيعي الحال ما درناش الخبز لان الناس اللي لاباس عليهم ما كياكلوش الخبز هادشي اللي عارفين حنا ماشي الله اعلم واش ما نعرف حنا بعدا كناكلو هذا حسن شي عطا ووو سلام فطور ديال الاغنياء الصحه والراحه كي جات تنقيط تنقيط ضروري هو التنقيط ضروري هو تعطي التنقيط يلاه شحال تعطي هاد الحلوه شحال هذا 100 100 كلشي كلشي قالك زعما الفطور ديال الاغنياء 100 دابا ذوق لينا هذا الحليب وطانون قول لينا كي جاك هبط به ديك الحلوه يلا سير 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 او يا سلام ناضي وعيني خرجوا ناضي عجبك زيد 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 باش زوين زيد زيد وحده اخرى زيد وحده اخرى او بصحه الراحه بقات حاجه وحده اللي هي كيري والبيض بغيتيهم ولا بركه شبعتي بارك عقسي بما شبع ايه المهم حنا راه وفرنا اما هذا 200 المهم حنا وفرنا ليه كلشي ولكن بحال كاع الدراري الصغار ما كياكلوش بزاف انما حاولوا تبقاو تاكلوا ضروري الماكله باش نكبروا باش تكبروا توليو ابتسام راسكم كبير يا كيوس انت غتولي قد العزام صافي عندي 7 سنين تبارك الله اوكي خوتي كما شفتوا كان هذا هو الفطور ديال الاغنياء يونس من بعد ما فطر داك الفطور الملكي دابا جينا عاوتاني للسوبر ماركت بحال البارح انما البارح كانت عنده 10 درهم واليوم غتكون عنده 100 درهم وانا موجد كاليكاتريس غنعطي لهشام باش اي حاجه خدنا نحسبوها باش ما يفوتش 100 درهم اخوتي حيت البارح فات 10 درهم بواحد شويه ليتس جو نشوفوا شنو غيقدر يشري يونس بديك 100 درهم السلام يونس كما سمعتي شحال عندك اليوم 100 درهم فاش غتخسرها في السوبر ماركت يلا اختار اللي بغيتي عندك 100 درهم ديالك صغيره وا يونس ذكي عنده 100 درهم اختار الصغيره والصغيره شحال دايره هادي 9 درهم اوكي يلا يونس اختار اول حاجه اللي هي برينغل الصغيره ديال الحار 9 درهم فين كتسي هشام قيد 9 درهم برافو قيد اي حاجه دابا شنو عاوتاني زيد زيد يلا 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 الى شفتوا في اللقطه ديال البارح يونس فاش كانت عنده غير 10 درهم ما قدرتيش تشري ما قدرتيش تشري شنو البيضه دابا يلا اختارش من بيضه بغيتي شوف ها انت راه كاينه ديال تويتي هذه وطاز غنشوف هذيك ديال بطوط هي نيت اللي هزيتي البارح وكاينين هذه عاوتاني شوف 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 هذه ها ديال البنات هذه ديال البنات ودابا هذه غتكون وسطها شي لعبه ياك صافي تنفتحوها في الطنوبيل يلا ثاني حاجه شحال كدير 15 درهم ها يا خوتي شوف راه شافوها هما البارح 15 زائد 9 شحال 24 درهم واو 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 شنو هذيك صاروخ لا لا غير فيها بزاف غضيع فيها بزاف خليها دبر راسو يشري لي براه 100 درهم ديالو زيد 22 درهم 22 فين وصلنا 46 يلا بدينا وصلنا 46 ودغيا بزاف بلاتي 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 يونس انت ما كتعرفش تقتص في الاول فاش شريتي برينكلز قلنا صافي راه القضيه زعما مزهره عنده غادي ياخذ دقه مشيتي شريتي جوج لعبات جوج لعبات اصاحبي 15 درهم 22 درهم خذ راحتك يلا زيد شنو تاخذ عاوتاني نوتيلا نوتيلا علاش ما تاخذ الكبيره ياك عندك 100 درهم بغا الصغيره خدها خوتي اصغر نوطيلا في العالم واني انت شرير يونس ما يمكنش يونس يجي السوبر ماركت وما ياخذش هاريبو يلا شمن نوع غادي تاخذ هذه المره وهذه نوع جديد سميتها الزيرو
الزيره فيها حلوه. دابا شمن وحده بغيتي؟ ديال كوكا كولا. هذيك ديال كوكا فيها جوج الانواع، كاين هذا النوع اللي ما فيه السكر وكاين داك النوع اللي فيه السكر. ما كاينش هذاك، ما كاينش، ما بقاش. يا سلام، خذ هذه ديال الحامض. دبر راسك. المهم هذه ديال الدبدوبات. هذه هذه صافي قنعاتو ماما. علاش؟ حيت اخر مره هذه ما كليهاش. المهم اخوتي كما كتشوفوا زاد هاريبو ديال الدبدوبات، الثمن ديالها 11 درهم. ها هو 11 درهم كانت الثمن. شحال وصلنا؟ 70 درهم. ويونس عشيري بقات لك غير 30 درهم وباقي ما خديتي والو. والو ويونس عيان. اوه هذه نطقتي السميه ديالها شنو هي؟ سكيتلز. غتدي جوج ويونس؟ راه 9 درهم وحده. 9 درهم ولا راه غادي ما يبقاش لك الفلوس باش تاخذ حوايج اخرين. خذ وحده فيهم يلا. شوف يا اما الاخضر يا اما الاحمر. يلا زيد الخضره ولا الحمراء؟ زيد 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 الخضره. علاش كتقولي الحمراء بغيتي تاكليها؟ لا وانا ما نديش كاع معاها. واخا زدتي 9 درهم وصلنا 79. جبتها من هنا. جبتيها من هنا. ودابا واحد الحاجه نوريها لك، باغي تشريها البارح وما قدرتيش تشريها. راه هي في الطرف. ها هي. وي هادي مسكة. شوف فيها هاد الحمراء، هادي الخضراء والحمراء ما عرفتش داكشي. فيها عاوتاني هاد الزرقاء، هادي فيها الحمراء، وفيها هاديك الخوصة قوز قزع. لا هادي ما ناخذوهاش. خذ هادي هاي. خذ الفريز. هادي ولا الزرقاء؟ يلا شمن وحدة. هاديك الحمراء ديال الفريز ستروبوري. اوكي كيما كتشوفوا هادي راه ما عارفينش الثمن ديالها، غنديوها على الله. شحال كدير؟ شحال كدير هادي؟ المهم هادي ما عرفناش واش 3 دراهم ولا 3 دراهم. دير انت كاع 4 دراهم. 4 دراهم صافي. وصلنا 83. دابا جيتي بلاصه المشروبات. البارح شتيه هز صغير رايدي ومونجيس. دابا يلا خذ اللي بغيتي. شحال بقات لك؟ بقى 17 درهم بالضبط. يلا زيد اول حاجه فانت ليونس. شنو هي؟ زيد 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 يدخل عاوتاني وسط ديك الثلاجه ويختص. واو ما تبغيش يا بنتي سبريس اب ماضي، ولكن راه بريس اب بوحدو شحال داير؟ 8 درهم. زيد 8 درهم تما. زيد او 91. بقات لك 9 درهم. خذ رايبيات ودانونات يونس. دانون دانون هاو. كاين بزاف الانواع، كاين هذا الفريز، كاين هذا ديال دارينو. زيد شمن واحد؟ زيد هذا داير بجوج درهم. جوج درهم؟ اش جوج درهم لواحد؟ اي اش؟ اي دعوا لي الفلوس. اللهم تاخذ جوج. الفلوس ما بالكش انهم ضاعوا في هذه في هذه البيضه، ما بالكش انهم ضاعوا في هذه ياك. هاد الصاروخ فيه غير الحلوه ياك. بان لك ضاعوا في هذا اللي مفيد شويه ياك. تما زيجي وبلاتي هادوك نحسبوهم بجوج درهم لواحد. 4 درهم. 4 درهم زيد 4 درهم. اوكي وصلنا 95 درهم. يلا يونس ما بقى لك ولا 100 درهم. سيرفي زيد شنو؟ مشروب. واخا المناضه ماشي صحيه لتريس خاص، ولكن بقات شحال؟ بقات 4 درهم. 5 درهم. يلا شوف خذ بها هاد شي حاجه دايره 5 درهم. ها هي صافي 5 درهم. دايره 5 درهم و10 دريال ماشي مشكل. 10 دريال تخلصها عليك تيسك. صافي صافي. 100 درهم ها فاش خسر. يا سلام دابا وقت الغداء. وفين جبنا يتغدى؟ ماكدو. ماكدو اخوتي، انما غنخليوك الدوموندي اللي بغيتي من ماكدو. صافي موالفين كنجيو كناخذو ليك حنايا. دابا بما انك عايش غني اليوم دابا عطانا ماريو دوموندي اللي بغيتي. ماريو هذيك اللي فيها لعبه زيدها اللي بغيتي انت. دبر راسك. صافي ابتسام تقول انت اللي غتخلصي، كتقولي لي خذ لي علاش انا غنخلص؟ اي تقول انت اللي غتخلصي كتقيدي فيه. شو خذ لي ايه خذ لي عجبك. بما انه عايش حياه الاغنياء ما يمكنش هادشي اللي دوموندا. انا صدمني. انا الملك. انا الملك. انت راه فتي الملك اللي دكتي يا صاحبي. المهم غنشوفوا شنو خدا يونس، حيت عطينا هذاك الطابلو خلينا كيورك الراس. ولكن غدوقنا يونس ياك، ما تكونش سكران. غدوقنا. ماشي الا كان عندك الفلوس ما تعقلش على خوتك ووالديك اللي كبروا كورباوك. اول حاجه هي ايس كريم، ولكن ديال اش ابتسام؟ ديال اوريو. ويلي ويلي على ايس كريم ديال اوريو. وغنشوفوا اللعبه اللي غادي تكون داخل هذه المره. واو دور نشوف دور دور. واو يا سلام. يلا افتحها افتحها. فيها موتور ديال الدراري. وبطبيعه الحال هنا كاين برجر ديال هابي ميل جديد ديال ابتسام. انت هي المساعده الرسميه ديالك. فراسك انا هاد البرجر غنديرو دغيمه. ويلي ويلي شوف السكين قداش. ولكن راه ناضي واخا هكاك، حيت فيه لعبه وفيه كلشي، فيه موتور. واخا يونس غنخليو داك الموتور دابا على جنب وغادي نكملو ليهم شنو خديتي. واو خدا ديك المسمنه اللي فيها. يا سلام هاك تكلفها ابتسام ونوريوها لهم كي دايره. يونس بطبيعه الحال دابا ما غيتسوقش للماكله. كون عرفت كون راه خدينا لك غير هاد اللعبه هادي وهاد الماكله كامله ما عندك ما دير فيها. ويونس لا واخا تبقى تما سهر ما غاديش تكذب واحد. ناكلوها حنايا كيونس. اوكي كيما كتشوفوا ثاني حاجه خدا يونس من بعد ما ورك على هابي ميل هي مسمنه. وبطبيعه الحال هو ما غياكلش هاد الشيء كامل. مسمنه معمره. غنلعبوا زي مباح اللي ربح ياخذ وحده وحده من هادو وواحد فينا غيبقى بلاش. انا وياك وهشام. اوكي واحده يبقى بلاش. المهم واحده ياخذ هاد المسمنه المعمره بالدجاج ولا ما عرفت داك الشيء. واش اخر واش اخر دوموندا؟ زيد معمره بالدجاج. بيك ماك ابتسام واش ما شتيش؟
وابتسام. وانا راه ما شفتش كاع اصلا اكثر حاجه عزيزه عليك. يا سلام ديك ماك عاود في راسك هادشي ماشي هو اللي كان في التصويره فاش ورك هادشي قول بونا قول بونا قول بونا قول بونا زائد الفريت بطبيعه الحال كل حاجه خطاها مع الفريت ديالها. ها هو الموتور ما بغاش يتقاد ليه هو يخليه هكا خلى كلشي البرجر داكشي مشى كياكل في الايس كريم. هاو برجر هاو برجر هادوما الاغنياء فيهم غير العياقه ياك إيه فيهم. دابا عرفتي شنو هشام اجي حدا ابتسام باش نلعبوا زين بومباح بثلاثه انا اللي ربح يختار شي حاجه من هادشي اللي محطوط صافي يلا سير زين بومباح. ووو هرسناك انت ما غتاكل والو انا وياك ابتسام. نعم بغيتي ليها مسمنه يلا زين بومباح قطعتك بما اني قطعتها وهي عزيزه علي هذا غناخذ هذا 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 بقى لي البرجر صافي تهلا ماشي مشكل. هاني البرجر هانيه هانيه وانا غناخذ هذا ويونس طبيعه الحال الا كلا غير هذا راه لاباس حيت اخوتي ملي كيشوف اللعاب كينسال الماكله. يونس سال الفيديو عشتي حياه الفقراء كي جاتك؟ واعره وحياه الاغنياء واعره. المهم هو تكون انت زوين في الداخل ديالك وكلشي غيكون مزيان. يلا تهلا في راسكم ما تنساوش لايك شاركوا في قناه فعلا باش يوصلكم جادي باش يهضر معايا واش يلا سير شنو دير 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 اش بدير انت هشام واش خسرتي تسال الفيديو باش نسرحكم سرقنا لا 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 ل